السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة عبدين فو، مرحبا بكم معنا من جديد في هذا الفيديو. اليوم عندنا هاتف نوت 4 فيريزون، راح نقوموا بالفورماتاج ديالها باستعمال الأزرار. الهاتف راه مطفي، إذا غادي نبداو على بركة الله. بحال أي هاتف ديال سامسونج كنضغطو على الأزرار ثلاثة، يعني الزر ديال التشغيل والزيادة ديال الصوت مع الهوم، ونتبعوا الخطوات اللي معروفين. كنزلوا حتى الوايب داتا فاكتوري ريسيت، نضغطوا على التشغيل، من بعد ننزلوا الياس، نضغطوا عاوتاني على التشغيل ونتسنى واحد شويه وغادي يكون الهاتف تفورماتا ببساطه. اذا هو الهاتف تفورماتا، نضغطوا على ريبوت السيستم ناو. اذا هو غادي يعاود يشغل دابا. اذا طريقه بسيطه جدا ان شاء الله، والهواتف ديال سامسونج راه تقريبا كلشي كيعرف كيفاش يفورماتيو باستعمال الازرار. نتسناو واحد شويه غادي ترو ديمارا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.